أهلا بكم. دأب القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق على إصدار تقرير دوري عن الوضع العام في العراق، حيث تطرق التقرير الدوري الأخير للقسم السياسي إلى الوضع في العراق بعد إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة ورفض تجمع الميليشيات لهذه النتائج. كما عرج هذا التقرير على أثار الجرائم ضد الإنسانية في محافظة ديالة ومسلسل تهجير سكان قرى المقدادية المستمر والذي امتد إلى مناطق أخرى في ديالة بل وفي مناطق أخرى خارج ديالة، كما جرى في حي البكرية في منطقة الغزالية في بغداد، ومحاولات تغيير التركيبة السكانية في بغداد وحزامها الغربي. كما أشار التقرير الدوري إلى تواطؤ القوات الأمنية مع إدارة سجن الحوت في الناصرية في التصفية الجسدية المستمرة للمعتقلين وتصاعد هذه الظاهرة بشكل كبير خلال الأيام الماضية. كما سلط التقرير الضوء على قضية اللاجئين العالقين في الحدود البيلاروسية البولندية ممن هربوا من الأوضاع المأساوية في العراق رغم المخاطر المهلكة، وكذلك السعي الحكومي المحموم لإنهاء ملف النزوح والتهجير في العراق بطريقة أو بأخرى لأهداف سياسية بحتة كما جاء في التقرير، وخطوة حركة حماس في تهنئة الكاظمي على سلامته بعد قصف منزله والتي وصفها التقرير بالخطوة غير المناسبة. التقرير الدوري الذي أصدره القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق عن الوضع العام في العراق والمحاور التي تضمنها هذا التقرير هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية. ما هو التقرير الدوري الذي دأب القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق على إصداره؟ وما الهدف من إصدار هذه التقارير الدورية والنطاق الزمني الذي تغطيه؟ ولماذا اعتبر التقرير الدوري الجديد للقسم السياسي أن تداعيات نتائج الانتخابات الأخيرة هي الأخطر منذ العام 2003؟ ولماذا أشار هذا التقرير إلى تواطؤ القوات الحكومية في التصفيات الجسدية المتزايدة للمعتقلين في السجون الحكومية؟ وما هي الأهداف السياسية التي أشار إليها التقرير الدوري بشأن القرار الحكومي بإغلاق مخيمات النزوح في العراق؟ وما دوافع أقدام حركة حماس على تهنئة الكاظمي بعد قصف منزله بينما لم تصدر الحركة أي مواقف مما يجري من تهجير في محافظة ديالة؟ ضيوف الطاولة مثنى حارث الضاري فارس المهداوي. أعلني عن التقرير الدوري الذي يعده القسم عن الحالة السياسية وبعض القضايا المهمة في العراق. في تقريره الدوري الأخير عن الواقع العراقي، تناول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق التطورات في الساحة العراقية، حيث أكد التقرير استمرار عمليات الشد والجذب بين الأطراف المتصارعة على السلطة واستمرار المحاولات الداخلية والخارجية لاحتواء الخلاف على نتائجها، في دليل على أن العملية السياسية هي سبب الأزمات في العراق وأن تداعيات الانتخابات الأخيرة هي الأخطر منذ أحداث عام 2003 باعتراف عدد من المشاركين في العملية السياسية بعدما أصبحت لغة السلاح خياراً بين المتصارعين. وفي المحور الثاني سلط التقرير الضوء على الجرائم الإنسانية التي ترتكبها الميليشيات في محافظة ديالى، وخصوصا فيما يتعلق بعمليات الحرق والنهب والإعدامات الميدانية في قرى المقدادية وامتداد هذه الجرائم إلى مناطق أخرى من ديالى ضمن خطة تهجير ديموغرافي ممنهجة تنفذها الميليشيات بتواطؤ حكومي، ولا ينفصل ذلك عما يجري في حي البكرية في منطقة الغزالية حيث قامت حكومة الكاظمي بتهجير قسري لسكان الحي والاستيلاء على مساكنهم وأراضيهم ومنحها لضباط جهاز مكافحة الإرهاب المكون من عناصر ميليشياوية متنافذة. وليس بعيدا عن هذه الجرائم تطرق التقرير إلى قضية التصفيات الجسدية الجماعية في المعتقلات الحكومية ولا سيما في سجن الحوت، حيث تم اغتيال أكثر من 12 معتقلا عن طريق التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وينطبق ذلك على ما يجري في بقية السجون الحكومية. ولم يغفل التقرير قضية اللاجئين العراقيين على حدود أوروبا ووضعهم المأساوي في ظل تعرضهم للانتهاكات والضرب والتجاهل الحكومي لأوضاعهم، مبينا أن الكم الكبير من اللاجئين هو مؤشر خطير على سوء الأوضاع في العراق. وكذلك تطرق التقرير إلى إغلاق الحكومة مخيمات النزوح في الأنبار لأهداف سياسية بحتة في ظل عقبات كبيرة تقف أمام حل أزمة النازحين وإعادتهم إلى ديارهم،
وتوفير الخدمات الأساسية. وفي المحور الأخير من التقرير، أسف القسم السياسي في الهيئة لقيام مسؤول المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية بتهنئة مصطفى الكاظمي على سلامته بعد قصف منزله، معتبرا أن هذه الخطوة تخالف قيم حماس في التحرر والاستقلال والدفاع عن الأرض وعدم إضفاء أي نوع من أنواع الشرعية على حالات الاحتلال والظلم وانتهاك حقوق الإنسان. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار، والتي سنبحث فيها التقرير الدوري الذي أصدره القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق عن الوضع العام في العراق والمحاور التي تضمنها هذا التقرير. ضيف الطاولة الدكتور مثنى حارث الضاري، مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، سيكون معنا عبر سكايب من عمان، ومعنا أيضا الدكتور فارس المهداوي الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا عبر سكايب من العاصمة البريطانية لندن. أهلا وسهلا بالضيفين الكريمين. أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله. أهلا. نبدأ مع دكتور مثنى حارث الضاري. دكتور، القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين دأب على إصدار تقرير دوري عن الوضع العام في العراق، ما الهدف من إصدار هذه التقارير الدورية، وما هو النطاق الزمني الذي تغطيه هذه التقارير الدورية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أخي ماجد على إتاحة هذه الفرصة، وسلامي وتحياتي للأخ الدكتور فارس المهداوي ومرحبا به. هذه الخطوة أقدم عليها القسم السياسي منذ مدة لعدة أسباب ولتحقيق عدة أهداف ومقاصد. كما تعلمون الهيئة تنشط في متابعة الحدث العراقي والحدث غير العراقي، ولا تدع فرصة يمكن أن تدلي فيها برأيها في قضية سياسية أو إنسانية أو ما إلى ذلك إلا وأبدأ ذلك من خلال بيان يصدر عن الهيئة عن الأمانة العامة في الهيئة، أو من خلال تصريح صحفي يصدر عن قسم الإعلام في الهيئة، فضلا عن التقارير التخصصية التي تصدر عن قسم حقوق الإنسان وعن القسم المهني وعن الأقسام الأخرى الناشطة في الهيئة. ولكن رأت الهيئة أن هناك بعض القضايا تحتاج إلى إدامة النظر فيها وجعلها موجودة في الساحة الإعلامية في بأعلى قدر ممكن لأهميتها وخطورتها، وأيضا بعض الأمور تحتاج إلى معالجات متأنية، معالجات موسعة مزودة بأرقام وإحصاءات قد لا تسعفنا لغة البيانات أو التصريحات على التعامل معها بالشكل الأمثل. فتقرر في القسم السياسي أن يكون هناك تقرير دوري، ليس بالضرورة أن يصدر في توقيت محدد ولكن حسب ما تقتضيه الحاجة، يتضمن القضايا المثارة في ذلك الوقت في ذلك الشهر في ذلك الفصل في تلك المرحلة، ويسلط عليها الأضواء، يبحثها من عدة وجوه ويبين هذا الرأي ويعلنه من خلال ندوة متخصصة، وبما يعزز من جهود الهيئة السياسية والإعلامية والإنسانية والإغاثية وما إلى ذلك. فهذه الأهداف الأساسية لهذا التقرير. وبعد ظهور عدد من التقارير تبين لنا صحة وصوابية ما أقدم عليه القسم السياسي عندما تمت إثارة بعض القضايا التي قد غفل عنها الناس نتيجة الانشغال بمسائل وقضايا أخرى، ولذلك كان التقرير السياسي وسيلة من الوسائل التي تلجأ إليها الهيئة لتجديد طرق تواصلها مع الرأي العام، مع المجتمع، مع وسائل الإعلام، ولإيصال رأيها بصورة أكثر تفصيلا لكل من يهمه أن يستمع إلى هذا الرأي. نعم، أشكرك دكتور فارس. أولا أهلا وسهلا بك. يا أهلا مرحبا، حياك الله. دكتور، في التقرير الأخير للهيئة للقسم السياسي في هيئة علماء المسلمين جاء على ذكر الانتخابات، واعتبر التقرير أن تداعيات الانتخابات الأخيرة وحالة الشد والجذب بشأنها بين الأطراف المتصارعة هي الأخطر، هذه التداعيات هي الأخطر منذ العام 2003 وحتى الآن. لماذا هي الأخطر، وأخطر على من؟ على العملية السياسية أم على العراق؟ نعم، طبعا بداية تحية لك أستاذ ماجد وإلى الأخ العزيز الفاضل الدكتور مثنى حارث الضاري. وأنا سعيد أن يجمعنا برنامج واحد أنا وهو وحضرتك أيضا. أهلا دكتور. موضوع الانتخابات وتداعياتها والمخاطر المترتبة على
ما بعد إجراءها بالشكل الذي أجريت فيه الحقيقة موضوع يستحق أن يشار له في التقرير السياسي، الذي أيضا أنا ممكن أن أضيف على ما قاله الدكتور مثنى من موضوع أهمية هذا التقرير، لأنه يمثل الحقيقة واجهة من واجهات المنظمات الكبرى في العمل سواء السياسي أو التنظيمي، عندما تلجأ إلى هذا الأسلوب من خلاله توثق الأمور كلها وأيضا تلفت انتباه الرأي العام ليس المحلي فقط وإنما الدولي أو في المجالات التي تتسع لها أعمال هذه المنظمة، والمنظمة هنا هي هيئة علماء المسلمين. موضوع الانتخابات، حقيقة أنا من الذين تابعوا الانتخابات، ونحن هنا في لندن عملنا نشاط كبير وندوة جماهيرية كبيرة على مستوى عالي، حقيقة كانت تشمل محاور كثيرة تتعلق بالقانون وحقوق الإنسان والناحية السياسية والناحية الاعتبارية بالنسبة للوضع الاجتماعي في العراق، وكان شعارها لا للانتخابات. لماذا لا للانتخابات؟ لأننا كما حدثت الانتخابات السابقة وكما توقعتها الهيئة دائما منذ أن بدأت في 2005 وحتى الآن، هي انتخابات عملية تدوير الجماعات والتنظيمات والشخوص الذين جاءوا مع الاحتلال سواء الأمريكي أو الإيراني أو كلاهما. وهذا الموضوع حقيقة لن ينتج عملا صالحا مهما تنوعت أساليب الإعلان والدعاية والترويج له، سواء ترويج محلي أو ترويج دولي أو ترويج عربي، حتى سواء تعلق الأمر بجامعة الدول العربية أو حتى بمجلس التعاون الخليجي، الذي ربما يراد منه عربيا على أقل تقديرا يروا العراق معافا، لكنهم يخطئون كثيرا عندما يظنون أن هذه المعافاة قد تأتي من هؤلاء الذين امتهنوا الفساد وامتهنوا العمالة للأجنبي، سواء كان هذا الأجنبي غربيا أم شرقيا. ومن هنا كانت هذه الانتخابات الأخيرة التي أريد لها أن تظهر بمظهر النجاح ومظهر المصداقية والشفافية، فكان مجلس الأمن طرفا فيها، وكانت الأمم المتحدة راعية لها، وكانت جامعة الدول العربية، وحضر المراقبون، وأثبتوا أن هذه الانتخابات حسب أدلتهم شفافة، وأنها ليست فيها أي مظاهر من مظاهر التزوير أو تغييب الحقائق. لكن رغم هذا المشهد الذي ربما لا يعلمه إلا القائمين عليه، نقول أن القوى التي لم تفز وانهزمت في هذه الانتخابات، وهي قوى أنا أكاد أجزم أنها لم تفز يوما من الأيام حتى في الانتخابات السابقة، لكنها تمتلك الإرادة القوية المدعومة بالسلاح المنفلت من أجل أن ترهب الآخرين، والآخرين هنا ليسوا أبناء الشعب فقط وإنما حتى زملائهم في مجلس النواب من الذين ارتضوا أن يكونوا حاضنة لهذه القوى منذ احتلال العراق وحتى الآن، بأسماء بعضها طائفي كسنة العراق وبعضها لماذا قومي. التقرير لماذا التقرير جزم وقطع أن تداعيات هذه الانتخابات الأخيرة هي الأخطر؟ أخطر على من؟ على العملية السياسية أم على العراق؟ أنا آتيك بهذا الموضوع تحديدا، لأنه الخطورة تأتي من القوى المنهزمة والقوى التي لم تفز في الانتخابات، هي قوى ذات ميليشيات كبيرة وذات قوة تسليحية هائلة، ربما تتفوق حتى على بعض مفاصل القوى الحكومية التي لم يحسم ولاؤها ولن يحسم بشكل أو بآخر، لأنها كلها جندت في ظروف التجضية الطائفية والحشد الطائفي الذي تم برعاية بول برايمر في بداية احتلال العراق. لذلك أي انفجار في المشهد ربما يسبب حراك يرافقه استخدام السلاح لضبط الأمور من جديد، سواء من قبل القوى الفائزة أو من قبل القوى المنهزمة، وكل الدلائل والمؤشرات تشير إلى أن القوى المنهزمة تلوح بهذا الخيار، خيار استخدام السلاح والفوضى المسلحة. وأنا أقول أن خطورة هذا الموضوع، وهذا يجب أن يعني ينتبه له جيدا، أن خطورة موضوع
مطالبة القوى المنهزمة والفاشلة في الانتخابات مطالبتها أن تكون ضمن حكومة توافقية هي أشبه بالحالة التي ظهر بها تنظيم داعش الإرهابي عندما كان أولى وأهم ثمرات ظهور تنظيم داعش الإرهابي هو ولادة الحشد الشعبي الذي لم يكن منذ تأسيسه وحتى الآن إلا أداة بيد إيران وبيد الأحزاب التي توالي إيران. أما الطرف الآخر أو الموضوع الآخر المتعلق بالانتخابات فهو ما يوازي هذا الحدث بالذات، حدث ولادة داعش وولادة الحشد الشعبي. هنا لجأت القوى المنهزمة إلى إحداث تفجيرات وعمليات سواء في شمال العراق أو في البصرة أو في الناصرية من أجل أن تقول نحن قادرون على أن نسقط عملية الأمن الشكلي الموجود في ظل حكومة الكاظمي ونستطيع أن ندخل العراق في فوضى كبيرة، ولن ترتاحوا أنتم الفائزون في حكم هذا البلد ولن تكون لكم اليد العليا في حال عدم عودتنا إلى حكومة توافقية. شكرا دكتور مثنى. التقرير تحدث أيضا عن عمليات التهجير المستمرة في ديالة، في قرى المقدادية، النازحون وصلوا أو قطعوا مسافات كبيرة حتى وصلوا إلى حديثة في غربي الأنبار، كذلك أتى على ذكر ما يجري من تهجير في منطقة البكرية وحزام بغداد الغربي، هكذا وصفه، في منطقة الغزالية في بغداد، وأنه هذا مشروع للتهجير الطائفي وهو قديم وجديد ومسكوت عنه. ما الجديد الذي كشفه التقرير في هذه الجزئية؟ بداية فقط إضافة للمحور المتقدم، الخطر من هذه الانتخابات ومن العملية الانتخابية التي جرت الذي وصفناها بأنه الأخطر على مستوى كل العمليات السابقة هو الخطر الذي يتهدد العراق. نحن لسنا معنيين بالعملية السياسية، هم يقولون بأن هذه الانتخابات خطرة على العملية السياسية وأنه لم تشهد هكذا أمر ولجوا إلى التهديد بالسلاح، لكن نحن نتحدث عن العراق فهي خطر على العراق. لما؟ لأنه عندما كان أصحاب العملية السياسية متوافقون ويتقاسمون السلطة سلميا بينهم، انظر ماذا ترتب على ذلك من خراب ودمار ومآسي في العراق منذ الاحتلال وحتى اللحظة. فاتفاقهم هو خراب للعراق، هو استمرار لهذه الهاوية التي يسقط فيها هذا البلد وأبناء هذا البلد وما يعانون على مدى 18 عام، فما بالك إذا احتربوا. فإذا الخطر والخوف على العراق أولا. أما بالنسبة للعملية السياسية فالاحتراب فيها والخلاف بين أطرافها إن كان مجردا وبعيدا عن العراقيين لن يضر، بالعكس قد يفيد، لأنه يفضح ويكشف خبث هذه العملية السياسية وصحة التقديرات والاستشرافات لنا في الهيئة وفي القوى المناهضة للاحتلال بفشل هذه العملية السياسية وأنها لن توصل العراق إلى خير. وهذا الاستشراف من عام 2003 وليس وليد اللحظة، وتوقعنا قبيل الانتخابات بأيام أنه سيكون هناك عزوف كبير جدا عنها، وهذا ما تحقق وأعلننا عنه في مؤتمر صحفي بعد صدور النتائج الأولية. بعد شهرين فقط تصدر النتائج وإلا لم تحسم الأمور، والكل يتهدد والكل يتوعد، والعراق على كف عفريت، بل المنطقة على كف عفريت، لأنه غير معلوم ماذا سيجري في العراق. فهذا هو المقصود بأن هذه الانتخابات تكاد تكون نتائجها وتداعياتها الأخطر على العراق. أشكرك. بالنسبة لمحور التهجير، الجديد في هذا الموضوع أنه يقال بأن المقدادية فيها إرهابيون وأن داعش هاجمت قرية وأنه ردت فعل وما إلى ذلك، على الرغم من معرفتنا التامة بأن كل ما قيل في هذا الموضوع لا صحة له، وقد أزدر الستار على المقدادية وعلى المئات من المهجرين من عوائل المقدادية والقرى المجاورة لها، ولم يلتفت لهم أحد ولم يذهب إليهم أحد ولم تحل مشكلتهم، وسيبقون هكذا يعني في ديار الغربة والهجرة. الجديد أنه في العاصمة بغداد وفي منطقة سكنية واضحة ومعروفة يسكنها أناس ويحملون الشهادات والعقود الدالة على امتلاكهم للأرض التي يسكنون عليها وفي البيوت التي يقطنون فيها والمزارع التي حولها، ومع ذلك تستلب منهم هذه الأراضي وينفذ قرار الاستلاب والتهجير والترحيل بواسطة أجهزة أمنية وليست بواسطة أجهزة إدارية. قد يلجأ سكان هذه المنطقة إلى المحاكم، يستأنفون هذا القرار، يوكلون محامين حتى تظهر حقيقة هذا الأمر. لا،
تأتي قوة أمنية تخرج هؤلاء بالقوة وقسرا عنهم، وتوزع لمن؟ توزع للمؤسسات الأمنية، لأفراد المؤسسات الأمنية، وهذا خطر آخر. إذن هي إيجاد بؤرة استيطانية، تغيير ديموغرافي في منطقة مهمة شمال غرب بغداد، ومعروف خطر هذه المنطقة وتهديد للمنطقة حوله. فهذا الخطر يعني جاء في النقل خطر مركب، أولا في عدم اتباع أي طريقة قانونية وحقيقية في سلب هذه الأراضي وفي تهجير أرضها، تهجيرهم من أراضيهم. والأمر الثاني هو في ما يعزمون على تنفيذه في هذه المنطقة والذي نفذوه في مناطق أخرى. لا ننسى منطقة الفلوجة الآن، معسكر طارق وما حول هذه المنطقة أيضا كلها أعطيت لهؤلاء، وبدأوا يبيعون بأسعار عالية جدا، يبتزون أهالي المنطقة، ومنهم قسم كبير قد يستقر في هذه المنطقة. إذن نحن أمام بؤر استيطانية قد تتفجر في أي لحظة لإحداث تغييرات ديموغرافية في المنطقة. والأمر المثير طبعا هو بالنسبة لنا ليس غريبا ولا عجيبا، بل متوقع، أن عددا من السياسيين من يسمون أنفسهم سنة والغون في هذا الموضوع ومشتركون فيه ويعلمون تماما هذه المخاطر، ولكنهم يسعون إلى تنفيذه لأسباب عامة ولأسباب خاصة. فهناك إذن مؤامرة كبيرة جدا، حملة كبيرة جدا لخلق مشاكل في محيط بغداد والمحافظات القريبة لأهداف سياسية ولأهداف أخرى يريدها المشروع الطائفي في العراق. فهذه هي المخاطر التي أكدنا عليها في التقرير السياسي الدوري لهذا الشهر. أشكرك. دكتور فارس المهداوي، أيضا في التقرير وفي الوضع السياسي تحدث عن حالة من الشد والجذب بين الأطراف المتصارعة على السلطة واستمرار المحاولات الإقليمية والدولية لاحتواء هذا الصراع أو الاحتراب أو الخلاف. هل تعتقد أن هذه المحاولات الإقليمية والدولية ستنهي حالة الشد وتحتوي هذا الخلاف، أو على الأقل تخفف من شدته أو وطأته؟ نعم، مع الأسف هذا يعني أيضا شيء خطير يحدث الآن من تأثيرات إقليمية ودولية على نتائج الانتخابات مهما كان رأينا فيها. لكن في الحقيقة حتى المحكمة الاتحادية التي يفترض أن تصدر قرارها بالمصادقة على نتائج الانتخابات تتريث الآن من أجل أن تمنح فرصة لخلق حالة من الوفاق بين الكتل الفائزة والمنهزمة، منعا لحدوث المشكلة الكبرى التي قد تطيح بالحالة العراقية والأمن العراقي والأوضاع أوضاع العراقيين بشكل ربما مخيف. لذلك أعتقد أن هذه المساعي، بما أنه العملية كلها فاسدة والانتخابات بمن فاز فيها ومن خسر فيها هي عملية فاسدة وعملية ليس فيها أي نشاط وطني أو أي جهد وطني يمكن أن يضيف للعراق شيئا، فأنا من الميالين إلى أن ضغط إيران وموازنة الولايات المتحدة الأمريكية للأوضاع في العراق قد يذهب ب الحالة إلى حكومة توافقية بنسب ربما تكون أقل من السابقة من الحكومات السابقة. لكن المحكمة الاتحادية، وهذا رأيي الشخصي، لن تمنح موافقتها على نتائج الانتخابات ما لم يتم توافق بعض الكتل الكبيرة خاصة مع الكتل الفائزة من أجل أن يشكلوا الكتلة الأكثر، وهذا هو ما سيحدث حسب توقعي. أشكرك. دكتور مثنى، التقرير الدوري للقسم السياسي في الهيئة الأخير أشار إلى ما سماه تواطؤ بين القوات الأمنية الحكومية وإدارة سجن الحوت في الناصرية في التصفيات الجسدية للمعتقلين، وأن هذه الظاهرة، ظاهرة التصفيات الجسدية، قد تصاعدت وتزايدت في الآونة الأخيرة. برأيك إلى ما يرد هذا التصاعد في هذه الظاهرة، ظاهرة كما قررها طبعا التقرير الدوري، التصفيات الجسدية، لماذا تزايدت الآن؟ نعم، أنا أسألك، إحنا الآن في شهر، مو في شهر 12 آخر شهر في السنة. نعم، عادة في آخر شهر في السنة ماذا يجري على المستوى الاقتصادي مثلا؟ نعم، حسابات ختامية، فغالبا الختامية. نعم. تعودنا في العراق أن هناك حسابات ختامية تفرزها العملية السياسية في نهاية كل سنة،
حرائق، جرائم، اغتيالات، لتغطية السرقات وإخفاء يعني الفساد المالي الكبير الجاري في العراق. في العراق أيضا هناك حسابات ختامية على الأرواح، وهذه تقترن بمواسم الانتخابات وتسليم حكومة إلى حكومة. الآن الكل منشغل بمشكلة، وإحنا الآن أخذ نص ساعة من عندنا البرنامج على موضوع الانتخابات رغم أن إحنا غير معنيين فيها، نعم وتبادل الحكومات وما إلى ذلك. فشغلوا العراقيين وشغلوا غير العراقيين، وسيشغلونهم طوال السنة القادمة بهذا الموضوع. وحتى المحكمة الاتحادية مثل ما قال الأخ الدكتور فارس، المفروض يوم 13 تصدر قرار، ما راح تحسم هذا الموضوع بالطريقة التي ترضي هذا الطرف أو ذاك وتحقق حالة التوافق، فراح نبقى أشهر طويلة نضرس وتقع الاغتيالات والجرائم. هذا توقيت مناسب جدا، كلما همت حكومة بالانصراف وأصبحت حكومة منتهية الصلاحيات أو حكومة تسيير مهام، تبدأ عملية تصفية وتنظيف السجون ممن يسمونهم الإرهابيين، ممن سجن كثير منهم على بناء على تهم غير حقيقية وتقارير سرية غير صحيحة وغير صادقة. الجديد في الموضوع أن القتل بعد أن كان فرديا في سجن الحوت أصبح جماعيا. لدينا الآن مصطلح جديد أطلقناه في الهيئة، وهي الجرائم أو المقابر المفتوحة، والمقابر يعني المجهولة وغير اللي نعم يعني من ذات الاحتلال، لا مقابر مفتوحة الآن، 12 شخص يقتلون بدم بارد بعد تعذيبهم، ثم يسلمون جميعا ثم يدفنون جميعا في حفرة واحدة من مناطق معروفة. الطب العدلي في الناصرية المعلومات تقول عند ساعة كتابة أو صدور تقريرنا الدوري كان هناك 40 جثة في الطب العدلي من قتلى سجن الحوت، والأمر ليس مقتصرا على سجن الحوت، يكاد يكون يوميا الآن خبر على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام مقتل فلان في مركز شرطة فلان، مقتل فلان في السجن الفلاني وهكذا. إذن هناك حملة حسابات ختامية تصفوية لمعتقلي السجون، وتحديدا ممن يسمون بالإرهابيين، وقسم منهم معتقل منذ سنوات طويلة تمتد إلى 10، وبعضهم منذ بداية الاحتلال بتهم جائرة وغير حقيقية. فهذا أمر خطير جدا ومرشح للازدياد في المرحلة القادمة، هذا ما تحدثنا عنه في التقرير. شكرا. إذن مشاهدي الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير بعد الاستئذان منكم ومن الضيفين الكريمين، ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث أو تسلط الضوء على التقرير الدوري الجديد لقسم القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق والمحاور التي تضمنها. ضيوف الحلقة الدكتور مثنى حارث الضاري والدكتور فارس المهداوي. دكتور مثنى، قبل أن نذهب إلى ضيفنا دكتور فارس المهداوي ولو بعجالة، أنت تتحدث عن ما يجري من تصفيات جسدية في السجون الحكومية، يعني عن دولة بوليسية، دولة قمعية، قتل بمختلف الأساليب، بينما الولايات المتحدة الأمريكية تقيم مؤتمرا دوليا للدول الديمقراطية في العالم، لم تدعو من منطقة الشرق الأوسط إلا دولتين، إسرائيل والعراق، دولة ديمقراطية. أنت تتحدث عن جانب آخر، عن دولة بوليسية قمعية، يعني ممكن هذا، هل ثمة توفيق بين هذين النقيضين؟ نعم، أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت موفقة جدا في اختيار الكيان الصهيوني والعراق، لأنه أكثر نظامين دمويين إجراميين في المنطقة هما العراق والكيان الصهيوني الآن، وأقصد بالعراق النظام السياسي القائم في العراق، حاشا العراق يكون كذلك، ولكنها أخطأت هذه المرة في دعوة النظام الإيراني لهذا المؤتمر لحسابات خاصة. هذا أولا. ثانيا، إلى الآن للأسف لم تستفز هذه الدعوة المقتصرة على الكيان الصهيوني وحكومة
الطارئين في العراق لم تستفز أحدا من الدول المنطقة، لا دول عربية ولا دول إقليمية. لديهم برلمانات ولديهم مجالس شورى ولديهم حالة أمنية هادئة ولديهم ظروف جيدة، ويتدخلون في الشأن العراقي وينصبون فلان أو يظنون أنهم ينصبون فلان ويدعمون فلان ويعني يدفعون فلان عن المشهد، وإذا بها حليفتهم تتركهم يمينا أو شمالا وفقط تدعو الكيان الصهيوني وتدعو العراق. لما؟ لما دعت العراق؟ دعت العراق لأن النظام السياسي الذي أبعد ما يكون عما يسمى الديمقراطية وفق كل المقاييس الدولية والمنظمات الدولية، العراق يتصدر بفخر بين قوسين وبشرف بين قوسين أيضا، يتصدر أسفل هذه القوائم جميعا على كل المستويات، المستوى السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي، البيئي، الأمني، سلامة الصحفيين، مستوى العيش، كل هذه الأمور في العراق. هي العراق يكاد يكون من الدول الأخيرة في كل المقاييس الدولية، ومع ذلك الولايات المتحدة الأمريكية تعده دولة ديمقراطية. لما؟ لأن هي بنت هذا النظام السياسي بعد الاحتلال، ولأن القاعدة الأمريكية كما تقول أولبرايت وكما يقول فوكوياما وكما يقول غيرهم من المنظرين الأمريكان أن الديمقراطية في العالم ليست معيارا ثابتا، وإنما عندما تقول الولايات المتحدة الأمريكية أن البلد الفلاني فيه ديمقراطية فتكون فيه ديمقراطية، أو بعبارة أخرى تعبير أكثر تعبيرا عن النظام السياسي الأمريكي والثقافة السائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، بأن الديمقراطية لا تصلح لدول العالم الثالث، هي تصلح فقط للمجتمعات المتقدمة، المجتمعات الغربية. وبذلك يهون جدا إطلاق وصف الديمقراطية على العراق لمشاركته في المؤتمر وعدم إعطائه لدول أخرى قد تكون لديها نظام سياسي أفضل بكثير مما هو موجود بغض النظر عن تفاصيل هذه الأنظمة السياسية. فإذا هي محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية للتستر على فضيحتها في العراق وعلى فشل ما تسميه الديمقراطية والنظام السياسي في العراق. وهذه سياسة الكيل بمكيالين ليست جديدة على العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، الآن أصبحت السياسة مو بمكيالين، بمكاييل وبأهواء متعددة. هاي وجهة نظري فيما يتعلق بما يسمى مؤتمر الديمقراطية. أشكرك. دكتور فارس المهداوي، الحقيقة التقرير تحدث عن سعي محموم من قبل الحكومة لإنهاء ملف النازحين والمهجرين بأي طريقة كانت لأهداف سياسية بحتة. برأيك ما هي هذه الأهداف السياسية البحتة التي أشار إليها التقرير الدوري للقسم السياسي في الهيئة؟ قضية النازحين قضايا المخزية حقيقة في عمل النظام السياسي القائم في العراق، والذي ربما يعني بات الآلاف من العراقيين بلا مأوى وخارج نطاق محافظاتهم حتى ومناطق سكناهم، يعني بات مقياس التباهي لدى وزارة الهجرة والمهجرين بعدد المراكز الإيواء أو مراكز الهجرة التي تم إغلاقها، وبالتالي كلما يغلق مركز للمهجرين كلما تؤشر الوزارة نجاحا كبيرا لها وتبعث بذلك إلى الأمم المتحدة وتبعث إلى الجمعيات واللجان المختصة باللاجئين والمهجرين. فيما تقول الحقائق وثبتها ربما بشكل واضح التقرير السياسي لهيئة علماء المسلمين أن هناك ما زال في محافظة صلاح الدين وفي محافظات عدة ذكرها الدكتور مثنى في البداية الآن نزوح ومهجرين من ديالة إلى الأنبار فلوجة تحديدا ومناطق أخرى إلى حديثة. هناك أيضا منطقة بيجي لم يعد أحد إليها حتى هذه اللحظة، مناطق ربما في داخل أربيل ما زالت مكتظة بالمهجرين الذين أتوا من مناطق تابعة إلى كركوك أو الموصل. هذه المناطق كلها فيها مهجرين يعيشون ظروف حقيقة قاسية جدا، حتى موضوع الكورونا وموضوع التلقيحات لا يلقون فيها الحقيقة حصة من الاهتمام كما يفترض أن تتولاها الدولة، باعتبارهم يقعون ضمن معسكرات خاصة بالدولة وخاصة بوزارة الهجرة والمهجرين. لذلك يعني شيء رائع أن تلفت الانتباه هيئة علماء المسلمين إلى حال المعسكرات التهجير وأحوال المهجرين الذين
ربما جمعوا في وقت قالوا فيه أن تنظيم داعش الإرهابي هو السبب في تدمير بيوتهم أو تهجيرهم، وبالتالي عملية إخراج هذا التنظيم تطلبت تدمير مدن بكاملها. الآن نتكلم الآن عن 4 سنوات من بعد إنهاء موضوع تنظيم داعش الإرهابي في السيطرة على مدن عراقية. ما هو سبب عدم تنفيذ خطة معينة لإعادة إحياء المدن المدمرة؟ وأنا أضرب مثل على منطقة بيجي لأنني أعلم بشكل شخصي أن هناك الكثير بل معظم بيوت بيجي لم يعاد تعميرها، ومعظم سكان بيجي لم يعودوا إلى بيجي ويسكنون في أربيل وفي صلاح الدين أيضا في معسكرات معينة. لذلك هذا الحقيقة الإشارة هي مهمة ومتابعتها أهم، لأنه هناك مآسي كثيرة تقع على إخواننا وأهلنا المهجرين، هناك مآسي اجتماعية ومآسي صحية ومآسي تعليمية يجب أن ينظر إليها بنظرة ثاقبة بعيدا عن المزايدات السياسية الخاصة بوزارة الهجرة والمهجرين أو من يمثل هذا الجانب في مجلس النواب العراقي، المجلس الشكلي الهزيل الذي ربما بات يراهن على ديمومته وبقاء من خلال أصوات هؤلاء الذين يذهبون إليهم في هذه المواسم، كما تفضل الدكتور مثنى، مواسم الانتخابات، ليقدموا لهم بعض الأشياء الرمزية طلبا لأصواتهم وكسبا لمزيد من المقاعد في مجلس النواب. أنا الحقيقة التقرير السياسي أنا أثني جدا، وأنا من يعني الذين ربما كانت القضية رغم وجودها في ذاكرتي ووجودها في ما نتابعه من أمور المهجرين، لكن إشارة الهيئة إلى هذا الموضوع الحقيقة جعلني في زاوية حرجة، لأننا حتى في كتاباتنا السياسية في ما نكتبه للصحف الحقيقة لم نثر هذا الموضوع منذ زمن، ربما أشرنا إليه من 2 سنين، أشرنا إليه من 3 سنوات، لكن شبه غاب عنا وغاب عن كثير من السياسيين وكثير من الكتاب هذا الموضوع البالغ الحيوية والبالغ الأهمية أمامنا جيل ينشأ في هذه المعسكرات وعلينا أن نهتم به. أشكرك دكتور مثنى. أيضا التقرير تطرق إلى قضية اللاجئين العراقيين العالقين عند الحدود في بيلاروسيا مع بولندا هربا من الأوضاع السيئة في العراق، وأشار أو استغرب التقرير أنه ليس هناك من انتباه من المجتمع الدولي لهذه المسألة، ولا زال مستمرا بدعم هذا النظام السياسي الذي صنع هذه الأوضاع السياسية السيئة في العراق، واضطر بسبب هذه الأوضاع الكثير من العراقيين إلى الهرب، مع العلم هناك مخاطر جمة والحقيقة حتى يعني موت. فعلا المجتمع الدولي لماذا لا ينتبه على الأقل لهذا الملف الإنساني، فقط الملف الإنساني؟ المجتمع الدولي بين أمرين، بين لا يعرف ولا يعي ماذا يجري في العراق أو غير مهتم، ويساهم في تعزيز هذا الجانب أو هذا الجامع التقارير الكاذبة التي تصدر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق أو المجاملة المدارية. يعني قد تكون بعض المنظمات الدولية الأخرى، على سبيل المثال منظمة الهجرة الدولية، تتحدث عن وجود 1700 عائلة على سبيل المثال في صلاح الدين تقيم في مجمعات سكنية قيد البناء، طبعا لا أبواب لا شبابيك لا غيره، هذا أولا. ثانيا تعترف المنظمة بأن هناك أكثر من 100,000 عراقي يعيشون خارج المخيمات، مخيمات النزوح، في تقريبا 477 موقع أحصتها هي، ونحن نحصي أكثر. قبل مدة أغلق مخيم في منطقة الوند في ديالة بدون علم أحد، لا منظمة هجرة تدري ولا وزارة هجرة ومهجرين تدري ولا أكون موافقات، وإنما هكذا إرادات معينة ارتأت إخراجهم واستقروا. لولا جولة للقسم الإغاثي في الهيئة هناك ما عرفنا ولا عرف العالم أنه لا قد أخرجوا قسرا من مخيم المفروض محمي من الأمم المتحدة، فما بالك بالعراقيين اللي هاجرون من العراق أيضا بسبب سوء الأوضاع. يهاجرون من الوسط مفهوم، اتهامات بالإرهاب، استهداف من قبل قوى النظام السياسي الطائفي، تدمير لمدنهم وعدم استطاعتهم العودة لها، تحريض من السلطات العسكرية في هذه المدن بعدم عودتهم، مع أنه
لا يحول مانع قانوني من ذلك، وأنهم ليسوا هم من ارتكب الجرم، أولادهم أو غيرهم إذا كان هناك جرم واتهام. ولكن مثلا المثال اللي كان يجري في الأنبار، الغنام كان يمنع عودة، بل يحرض أبناء محافظة الأنبار والعشائر على عدم عودة هؤلاء. لاحظ تحريض وتذكير، هو سلطة عسكرية أمنية، المفروض هو يفسح المجال لعودتهم ويؤمن لهم يعني العودة الآمنة والسلم، ما دام القضاء قد حسم أمرهم وتم ضبطهم أمنيا كما يقال، أو فحصهم أمنيا. ما يجري في العراق لأن الهجرة من الوسط مفهومة، من الجنوب في ظل تسلط الأحزاب الطائفية المدعومة إيرانية، في ظل تسلط الحشد الشعبي، في ظل تسلط المخابرات الإيرانية، في ظل انعدام الأفق لمستقبل مالي شباب الجنوب في عمل في فرصة حياة بعد أن جروا إلى التطوع في ما يسمى الحشد الشعبي، ثم انقلب الحشد الشعبي بعد ذلك عليهم قاتلا لهم بعد انتفاضة تشرين، فأيضا مفهوم. لكن أن يهاجر أبناء كردستان، نعرف الظروف في كردستان، ولكن مقارنة أحوال محافظات كردستان بمحافظات الوسط والجنوب مختلفة. الوضع الأمني مستقر، الوضع الاقتصادي أفضل نسبيا، أقول نسبيا، ولكن غالب منهم على الحدود البيلاروسية البولونية هم أبناء كردستان، وقد اضطروا للعودة إلى كردستان بعد أن عانوا ما عانوا على هذه الحدود. نحن قلنا في التقرير بأن الحكومة لم تلقي بالا لهؤلاء، الحكومة تعلم تماما أن هناك طريقا مفتوحا عبر بيلاروسيا للهجرة إلى أوروبا من خلال بوابة بولندا، ومع ذلك تركت الرحلات الطائرات مليئة بالعراقيين. ألا يلفت انتباه السلطات الأمنية، سلطات المطار، سلطات الوزارات المعنية بأن هؤلاء سيذهبون إلى حتفهم؟ لا يهمهم، بالعكس هم يتمنون أن يخرج هؤلاء جميعا ويخلصون، يعني كما يقولون يخلصون من شرهم ومن ضغطهم وما إلى ذلك. ثم بعد أن حصلت المشكلة لم تحصل الاستجابة وتوفير الطائرات لإعادة هؤلاء إلا بعد مدة طويلة، وبعد أن توفي بعضهم ورأينا الصور المؤلمة وهم يدفنون هناك والأطفال تبكي والنساء والشيوخ وما إلى ذلك. فإذا هناك محاولة هروب جماعية من العراق. العراقيون الآن في كل لقاء على شاشات التلفزيون، ومنها برنامج مع الناس الناجح في قناة الرافدين، أول ما يتكلم خلونا نطلع، إذا ما تريدوننا خلونا نطلع نهجم من هذا البلد. وصل الحال بالعراقي أن أمنيته تكون هي الخلاص من بلده بسبب النظام السياسي القائم. هذه الظروف التي يعيشها العراقيون الآن داخل العراق وخارج العراق. دكتور فارس المهداوي، أيضا هناك إشارة في التقرير السياسي تحدث عن هذه اللقاءات بين ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنيل بلاسخارت بزعماء الميليشيات الذين يفترض أنهم مصنفون على قوائم الإرهاب الدولية. الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي ألا يشعر بالحرج من هذه اللقاءات، أن المسؤولة الأولى الدولية في العراق تلتقي بهؤلاء الإرهابيين وفق القوائم، وفق القوائم المدرجين عليها القوائم الدولية؟ باختصار دكتور. نعم والله، إحدى الأشياء التي ربما يشار إلى ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق بشكل ربما غير سوي هو محاولاتها الدائمة أن لا تفرط في زعماء الكتل والأحزاب والقوى السياسية ذات النفوذ الكبير والتي تستمد قوتها ربما من إيران. دائما عندما تقع مشاكل، دائما عندما ينتفض الشعب العراقي حتى تقوم بواجب محاولة مداهنة هذه القوى ومحاولة استمالتها إلى إصدار توجيهات أو قرارات أو توفيق بينها وبين القوى الأخرى وحتى القوى الدولية. يعني المجلس الأمن عندما تقدم تقاريرها تراعي أن تحافظ على نوع من المجاملة لهذه القوى. عندما تكون هناك ضيقة في الانتخابات ونتائج الانتخابات كما حدث الآن، فهي ذهبت لإقناع السيد مقتدى الصدر من أجل أن يوافق على حكومة توافقية منعا للأخبار المحدقة بالعراق وبالعراقيين. ومن هذا من هذه الشاكلة الحقيقة لا يرتاح لها القوى الوطنية، لا ترتاح إلى بلاسخارت ولا ترتاح إلى مشاويرها الخاصة بزعماء الكتل السياسية والميليشيات والقوى حتى المنفلتة من عصائب أو من حشد شعبي أو غيرها، وهي دائمة الحضور في هذا المجال. والحقيقة العالم أيضا مؤشر هذه العملية، لكن هذا دورها وهذا هو المناط إليها، وحتى يبقى العراق على هذا الوضع وتبقى القوى المتنازعة كلها قوة تنهش في بنيان العراق وبأجساد العراقيين ومستقبلهم
سواء الحالي أو المستقبل. دكتور مثنى، أيضا التقرير وفي ختامه أشار إلى إقدام حركة حماس، مسؤول المكتب السياسي فيها إسماعيل هنية، على تهنئة الكاظمي بعد قصف منزله في المنطقة الخضراء. التقرير وصفها بأنه خطوة غير مناسبة. في ظل مواقف حماس والجهاد الإسلامي وبقية الحركات الإسلامية، يعني المواقف الأخيرة في قضية خندق إيران، القاسم سليماني شهيد القدس، معركة سيف القدس أهديت إلى خامنئي، هذا الموقف كان مفاجئا لكم، صادما لكم، لم تتوقعوه؟ لا، ليست الأمور هكذا. هذا الأمر ليس جديدا. قد يكون مفاجئا لكثير ممن سمعوه قبل سنتين وإلى الآن وردوا عليه وتأثروا، وكانت هناك ردود أفعال كبيرة جدا، قسم منها ردود أفعال منطقية وعقلانية، وقسم منها ردود أفعال متشنجة ولحساب مواقف أخرى، يعني كلمات حق يراد بها باطل هنا وهناك، ولا سيما في إطار الصراع بين يعني جبهتين الآن في الساحة العربية، جبهة التطبيع وجبهة المناهضة للتطبيع. لكن نحن منذ سنوات طويلة، وليس الأمر جديدا، وأقول بكل صراحة وبأمانة، حركة حماس وحركة الجهاد من حركات التحرر والمقاومة المعروفة، وأثرهما في فلسطين كبير جدا، وأمل الأمة بالفلسطينيين وبحركتي حماس والجهاد كبير جدا، ودعم الأمة لم يتوقف لهما رسميا وشعبيا، وإن كان الدور الرسمي قد بدأ بالتراجع للأسف كثيرا. فالعلاقة معهم علاقة قديمة ليست جديدة، ولكن الملاحظات فيما يتعلق بموضوع العلاقة مع إيران أيضا ليست جديدة بالنسبة للهيئة، هي مستمرة على شكل نصائح منذ سنوات طويلة، بل حتى من أيام الأمين العام الراحل للهيئة الشيخ حاتم الضاري رحمه الله، وكانت هذه النصائح تذهب على طريق رسائل أو لقاءات مباشرة، وكنا نلتقي كثيرا في مؤتمرات هنا وهناك عندما كان متاح لنا الحركة بشكل أكبر مما هو متاح لنا الآن، وكانوا يتقبلون هذه النصائح، وكنا نفهم تماما أن الانسحاب العربي والتخلي العربي الرسمي عنهم دفعهم اضطرارا إلى التعاون مع إيران للاستفادة من مواردها في هذا الموضوع. لكن كنا نقول لهم مبدأ الضرورة مفهوم وتعذرون في ذلك، ولكن احذروا من النظام الإيراني، لأنه لن يتعاون معكم إلا بناء على مصلحته الخاصة، وليس حريصا على تحرير القدس، وليس حريصا على القضية الفلسطينية، هو حريص كل الحرص على تمدد مشروعه الطائفي في المنطقة. وللأمانة كان غالبهم يتفق معنا على هذا الرأي، ويحسبون هذه العلاقة بمقياس معين. ولكن استمرار المواقف العربية الرسمية المتشنجة ليس من حماس والجهاد فقط، وإنما من تيارات إسلامية كبيرة جدا، ويدخل في نطاقها حتى هيئة علماء المسلمين في العراق، ثم هذا الاندلاق الكبير على الكيان الصهيوني والتطبيع معه بحجة الخوف والوقوف أمام إيران، أزمة الخليج الأخيرة قبل 3 سنوات، جعل الأمور تتجه اتجاها آخر، وجعل الرأي لدى حماس والجهاد ينقسم على رأيين. أهل الخارج يقدرون الأمر من حيث الضرورة، وإن كانوا أحيانا يعني قد نختلف معهم في نسبة التقدير، لكنهم يقولون بأن كلامكم صحيح، نحاول ضبط الأمور. لكن أهل فلسطين في الداخل المقاومون المباشرون للاحتلال الصهيوني ينظرون للموضوع من منظار من يضع السلاح في يده، من يضع المال في يده، من يضع التدريب في يده، من يضع الخبرة المخابراتية أو أجهزة الاتصال في يده وما إلى ذلك. لذلك يقيسون الأمور بمن يقف معهم في المعركة مباشرة، ويغفلون عن الجوانب الأخرى السياسية التي يدركها منهم في الخارج أكثر. لحظة إذا سمحت لي. لكن بمرور الزمن للأسف بدأت تختل هذه المعادلة، فبدأت تصدر بعض التصريحات غير المنضبطة، واعترضنا عليها وبينا مواقفنا ونصحناهم وقلنا لهم قد تجاوزتم الحدود في هذا الموضوع. الجديد في الموضوع، اترك موضوع فلسطين، أنه الآن صار تدخل في قضيتنا في العراق، الجهاد وحماس حركات تحرر، تقدم حركة تحرر على تهنئة رئيس نظام سياسي في ظل الاحتلال بالسلامة، هذا أول موقف يصدر من حماس. لذلك نحن نبهناهم وقلنا هي خطوة مؤسفة وغير محسوبة وغير مقدرة، وهذا معناه اعتراف أو إضفاء نوع من الشرعية على حكومة الكاظمي والنظام السياسي القائم في العراق، وهذا غير متوقع منكم، وحق علينا أن ننكر عليهم هذا الموضوع وننصحهم بالتروي أو
بإصدار موقف واضح وصريح من هذا الموضوع، لأن هذا الخطأ خطأ واضح لا يحتاج إلى تأويل أو تبرير أو تعديل. عسى أن تكون الأخيرة إن شاء الله. شكرا للدكتور مثنى حارث الضاري، مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، وشكرا أيضا لضيفنا من لندن الدكتور فارس المهداوي الكاتب والباحث السياسي، واللذين كان معنا في حلقة الليلة من طاولة حوار، والتي بحثت أو ناقشت أو سلط الضوء على التقرير الدوري للقسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق عن الأوضاع العامة في العراق. كما أشكركم مشاهدينا الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.